هو طعم الأيام مين اللي بيصنعه؟ مين اللي بيخلي الطعم حلو أو مر؟ مين اللي بيرسم البهجة والود؟ ومين اللي بيرسم الهم والحزن؟ الإجابة بسيطة وسهلة، إحنا البشر. الإنسان هو اللي بإيده يخلي أيامه وردي، يخلي أيامه فيها أمل وألفة. ربنا ساب لنا مطلق الحرية إزاي نعيش وإزاي نختار. تعالوا نسمع الرسالة. عامل ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب. خلاص العيد قرب، بس في حاجه كده شغلاني نفسي اقولها لك. هو فين العيد بتاع زمان لما كنا صغيرين؟ فين ايام اللمه الحلوه وريحه العيد اللي كنا بنشمها في الجو؟ العيد ما بقى زي الاول، وكل سنه عن اللي قبلها الموضوع بيزيد. نفسي اعرف ايه اللي حصل. خليني أقول لك إن مهما الأيام خدتنا ونسينا بعض وانشغلنا عن بعض وخدتنا الأيام والتكنولوجيا، لكن عايز أقول لك الفرصة لسه قدامنا. إحنا لسه زي ما إحنا، يمكن جوانا اتغير بسبب كل حاجة حوالينا، بس سهل جدا نرجع زي زمان. ما تيجي نفتكر أيام زمان دي سوا. فاكر آخر يوم رمضان وإحنا مستنيين الرؤية؟ أصل ما كانش فيه وقتها حسابات فلكية، فما كناش بنعرف العيد بكرة ولا لأ. غدا هو أول أيام عيد الفطر، تنطيط وضحك، قمة السعادة والفرحة، صواريخ بتضرب في كل مكان. القناة التانية لما أعلنت إنها هجيب فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية أول يوم العيد، التنطيط من الفرحة وانت بترتب الهدوم الجديدة على السرير، والنوم اللي بيروح من أول يوم العيد، أبوك وهو داخل وانت واقف مستني العيدية، مسرحية الواد سيد الشغال بعد الظهر، اللعب مع العيال الصغيرة في الشارع بالمسدسات، ونجري نستنى الفيلم وهم بيعملوا الغدا، هزار وضحك وصوت جايب لآخر الشارع، البسكوت والكحك والشاي. لا كان في فيسبوك ولا تويتر ولا حد ينكد علينا حياتنا. التليفون الأرضي هو عمال يرن بالمعايدات. كنا بنفرح علشان العيد نفسه. البيت ما كانش بيفضى من الناس، والوشوش اللي كانت بتقابل بعض وبتحكي، الكحك والبسكوت والسجات وهي رايحة الفرن، ريحة الخبيث في البيوت والسهر طول الليل علشان نقش الكحك، اللف على البيوت علشان نقابل أصحابنا وحبايبنا وقرايبنا ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين، ويحلفوا لا نقعد ناكل من الترمس والشوكولاتة بتاعت العيد. كانت تفاصيل بسيطة جدا من صنعنا، حبة حاجات خلت الحياة طعم ولون، مش مكلفة ولا محتاجة مجهود، لكنها دايما كانت مخليانا نستمتع بالحياة. والسر في القرب، قربنا من بعض، قرب الناس للناس. لا اكتفينا برسالة من ورا شاشة ولا صور في منشور، السر كله في اللمة، في الإيدين والعيون اللي شايفة بعضها. عيشوا ببساطة يا جماعة، ورجعوا عيال من تاني، ارجعوا للبيوت اللي فاتحة أبوابها، للمة العيلة والدفى اللي خارج من كل نفس قاعد بيضحك في وشوشنا. اشبعوا من وشوش بعض قبل ما الدنيا تاخدنا وتجري. افتحوا الدفاتر وشوفوا مين بقالنا كتير ما كلمناهوش. ارفعوا سماعة التليفون وقولوا لهم وحشتونا، قولوا لهم كل سنة وانتم طيبين، احنا كنا مقصرين معاكم، بس آن الأوان نرجع. ما تستنوش مين اللي يبدأ الأول، احنا مش في سباق. احنا محتاجين صوت يحسسنا ان لسه في ناس بتحبنا من ورا شاشات الموبايلات والمعايدات والصور. قلوب بتحبنا ومستنيانا، وشوش مستنية كلمة تطمنها انهم مش لوحدهم في الدنيا.